في تجمع ضخم في الرياض تحتفل وزارة الثقافة والإعلام السعودية بإعلان أسماء الفائزين في المسابقة التي أطلقتها والتي حملت اسم جائزة الإعلام الجديد. أكثر من 300 مرشح من المؤثرين على مواقع التواصل يتنافسون للفوز بعشر جوائز كأصحاب للمحتوى الإيجابي الأكثر تأثيرا، وتهدف الجائزة في نسختها الأولى إلى تشجيع الإبداع بين المؤثرين في وسائل التواصل على المستوى المحلي. وكانت هيئة الإعلام المرئي والمسموع قد نشرت عبر تويتر فيديو يظهر جانبا من الاستعداد للحفل الذي سيشهد تتويج صانع المحتوى الأكثر تأثيرا في السعودية. والحديث أكثر عن هذه المسابقة ولنقلكم إلى أجواء حفل توزيع جوائز الإعلام الجديد ينضم إلينا من الرياض مراسل العربية زميل هانس فيان. أهلا بك معنا، نريد أن نرصد معك الأجواء، هل كل من حولك يأخذون هذه الجائزة وهذه المسابقة على محمل الجد كونها في دورتها الأولى؟ تسمعني هاني؟ نعم، أهلا بك أحلام وأهلا بمشاهدي قناة العربية في برنامج تفاعلكم. سأتحدث في البداية عن التجهيزات التي تم تحضيرها من أجل هذه الجائزة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى السعودية. هناك تجهيزات كبيرة وتجهيزات ضخمة نقف في داخل مقر وزارة الثقافة والإعلام وتحديدا بجانب برج التلفزيون والمعروف في السعودية. بالنسبة للتحضيرات لعلها تكون السجادة الحمراء، السجادة للمرة الأولى التي تكون في مقر حكومي أو جهة حكومية ويكون بهذه المناسبة، وهذا دليل على حجم وحجم هذه الجائزة التي تقام لأول مرة. طول هذه السجادة 400 متر، سوف يقف عليها كافة المرشحين الذين رشحوا لهذه الجائزة، جائزة الإعلام الجديد، وهم عددهم 300 شخص سوف يلتقطون صورة على هذه السجادة. هناك أيضا تجهيزات تم تحضيرها في لاستقبال هؤلاء المرشحين، أيضا سوف يكون بحضور وزير، طبعا وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد العوادي، وأيضا حضور عدد من المسؤولين هنا في السعودية، إضافة إلى المرشحين 300 وعدد أيضا من الزوار من المواطنين. طبعا سوف نتحدث كثيرا أو سوف نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، عن هذه الجائزة، ولكن سوف يكون معي الأستاذ هاني الغفيلي المتحدث الرسمي في وزارة الثقافة والإعلام. هناك أسئلة كثيرة ولكن سوف نأخذ ما يتساءل عنه الجمهور أو الساحة في مواقع التواصل الاجتماعي. كيف تم اختيار المرشحين العشرة من بين 300، أو كيف تم اختيار العشر فائزين من بين 300 مرشح؟ طبعا الجائزة مرت بمرحلتين، المرحلة الأولى كانت من خلال فتح موقع إلكتروني للترشيحات، الترشيحات بلغ والأصوات بلغت 140 ألف صوت. بعدها بعد ترشيحات الجمهور بدأت مرحلة التحكيم بداية من 1 ديسمبر حتى يوم 15 ديسمبر، تطبيق المعايير الثلاثة، عمق الأثر بالإضافة إلى المحتوى بالإضافة إلى الوصول أو قدرة المؤثر على إيصال محتوى أصيل ومحتوى متميز. كل معيار له نسبة مئوية وبالتالي يحدد الفوز للعشرة الفائزين. طيب العشرة الفائزين أخوي هاني، يعني كيف ما المادة التي قدموها من أجل أن يتم فوزهم بهذه الجوائز؟ التركيز على هذه المسابقة بتقديم محتوى مفيد، محتوى مميز، محتوى
مؤثر بشكل إيجابي. هذا هو التركيز الأساسي، ولا كثير من المسابقات قدمت تعتمد على أرقام عدد المتابعين وشغلات من هذا النوع، لكن التركيز في هذه المسابقة على المحتوى المتميز المؤثر تأثير إيجابي. طيب، هل سوف تستمر بنسخ عديدة في الأعوام القادمة بالنسبة لجائزة إعلام الجديد؟ بإذن الله إن شاء الله في نهاية هذا اليوم سوف تعمل اللجنة بشكل جاد بمراجعة جميع ما حصل في هذه الجائزة بتعظيم الإيجابيات وبمتابعة إذا كان هناك أي سلبية وتلافيها بإذن الله في الأعوام القادمة، لكن بإذن الله تستمر وتكون نواة جيدة لمسابقات تقوم بشكل أفضل في السنوات القادمة. نعم هاني، هل من المجال؟ شكرا لك زميل هاني الغفيل المتحدث الرسمي في وزارة الثقافة والإعلام، هذا كان حديثة عن المعايير. هاني، لو في مجال أن يكون معنا ايضا الاستاذ هاني. طيب يعني طيب، ما هي المزايا؟ انا عندي عده اسئله، تفضلي. ما هي المزايا التي سيحصل عليها الفائزين؟ هل سيدعمونهم بدعم محتواهم؟ هل سيتم نقلهم الى شاشات التلفاز؟ المزايا التي سيحصل عليها الفائزين هاني، ما هي المزايا؟ نعم بالضبط. نعم، المؤثرين هم أحد ركائز، أنا ما سمعت لنصف السؤال، لكن احتفائنا بالمؤثرين إنهم جزء من مكون المملكة العربية السعودية، وهم أصلا شركاء أساسيين. كلنا نعرف أنه الآن فضاء الإعلام انتقل من الفضاء التقليدي إلى الفضاء الشبكات الاجتماعية، لذلك واجب علينا في وزارة الثقافة والإعلام مواكبة هذه التحولات اللي تجري على مستوى الإعلام والتغيرات اللي صارت فيها. لذلك شأن رئيسي أو شكل رئيسي يكون التركيز عليهم بشكل أساسي، ويكون داعمون للإعلام في المملكة العربية السعودية ومساندون في كافة القضايا اللي تحدث، سواء كانت قضايا ثقافية اقتصادية أو سياسية. نعم، نحن من جانب أحد منها في هذه الجائزة كانوا مخالفين للشروط التي وضعتموها. نعم، بخصوص موضوع لم يتم استبعاد، ولكن هناك معايير طبقت على بعض الفائزين، ولذلك بعضهم حصل على نقاط أعلى وبالتالي حصلوا على الترشيح والجوائز العشرة اللي ستم تكريمهم إن شاء الله مساء هذا اليوم. نعم طبعا، هذا حديث الأستاذ هاني الغفيلي المتحدث الرسمي في وزارة الثقافة والإعلام. إذا كان هناك إضافة أو للأسف لضيق الوقت، لكن الكل سيتابع هذه النتائج. الأحلام، نعم أقول لك لضيق الوقت. نعم، انتهى وقتنا مع الأستاذ هاني ضيفك، وأيضا بالطبع نشكرك زميلنا هاني، وبانتظار نتائج هذه المسابقة. شكرا لك.